بكري جدودنا الله يرحمهم كانوا مصدر الرزق، كان هذا هو مصدر الرزق في تلك الأزمنة وفي تلك الدشرة. أنا تعلمت على الوالد تاعي والوالد على جدي ربي يرحمه من نجلب يعني القطعة خام، نقوم بصناعتها نصف يعني مصنعة، نشكلها بأداة المنشار ثم نثبتها في ماكينة تدوير وتشكيل أواني خشبية، ثم يعني نمارس يعني عليها التشكيل والتجويف الداخل حتى يعني نوصلوا إلى مرحلة نهائية، ثم نزيدوا لها مرحلة التلميع والصنفرة يعني باللامل حتى يكون يعني نزيدوا من رونق الأواني وجماليته. فنقدروا نزيدوا مرحلة أخرى هي إما التشميع إما التزييز. ماكينة التشكيل هي تور دو بوا، يعني أنا شخصياً أنا اللي مشكلها نفسي بالمقاييس اللي نعمل بها أنا شخصياً، قمت بتطوير للماكينة يعني أنا شخصياً اللي صنعت هذه الماكينة. ما كانش أهمية المشاركة في المعارض الوطنية والدولية هي عدة أهداف، من أهمها أنك تكتسب خبرة من زملائك الحرفيين في نفس يعني المادة اللي تخدموا بها، مثال حرفي الخشب، حرفي النحاس، حرفي اللي في الخياطة، اللي في مواد أخرى، يعني راح أنت تكتسب يعني خبرة من عند هذاك الحرفي، وأنك تروج المنتوج تاعك في منطقة أخرى، ربما واحد من الشرق يروح يروج في الجزائر العاصمة أو في الغرب أو في الجنوب.